بعد الفحص والتدقيق ورؤية جمالية شلون كانت، كيف كانت، وصف كان كيف كان، وتداول على مدى أيام بين عوض بن حاسوم وسعد بن هندي، كيف كان التداول بينكم؟ الأسئلة عجيبة، يعني الصورة يعني ممكن تركب عليها أشياء كثيرة جدا. البعض الشعراء جزاهم الله خير وصلوا لدرجة يسألونك عن نوعية وماركة النظارة، يقول أعطونا ماركة النظارة حتى نركب عليها أبيات. الأبيات جميلة، والأبيات اللي تم أيضا ما أقول تصفيتها ولكن الانتقاء من بينها كانت روعة أيضا وغاية في الجمالية. كل بيت نتركه يسبب ألم في قلوبنا لأننا نترك جزء من الجمال، لكن نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه المجموعة ونصل إلى الأجمل. نعم بإذن الله تعالى. إذن نشوف الخمسة أبيات من العشرة أبيات، ننتقل إلى مرحلة الاختيار إلى خمسة أبيات نشوفها مع بعض الآن على الشاشة. خلينا نشوف. هذه خمسة أبيات اللي بقت. ذي طلة دبي بعيون الجماد الضرير، وشلون طلة دبي بعين من حبها. كل الفراغات ما بين المباني خطط مستقبلية لأنها ما تجي من فراغ. هنا بالله نزلني ثم البستي بغير دبي، نهار دبي ما تحتاج تلبس فيه نظارة، نظارتك منظرة تشرح حضارة رجل صافح يد المجد والتاريخ راهن عليه. تمنظري انتي عروس وحاضرك حفلة شموخ، ما دام حكامك غمام مرايتك لفت النظر